السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل محاضراتنا في الإنتاج الحيواني. نتكلم الآن عن معوقات تنمية الثروة الحيوانية. تواجه تنمية الثروة الحيوانية في الدول العربية عدد من المشاكل. تختلف هذه المشاكل في حدتها ومدى تأثرها بين دولة وأخرى. ويمكن تحديد أهم المشاكل ذات الطابع المشترك على النحو الآتي. أولاً العوامل البيئية، تشكل المناطق الجافة وشبه الجافة النسبة العظمى من مساحة الوطن العربي، وتتميز هذه المناطق عموماً بما يأتي: أولاً درجات قصوى من الحرارة وأحياناً من الرطوبة يكون لها تأثير سلبي على الحيوان. ثانياً قلة معدلات هطول الأمطار وعدم انتظام هطولها وتكرار فترات الجفاف مما يحد من التنمية الزراعية ومن إنتاجية المراعي الطبيعية. ثالثاً ندرة موارد شرب الحيوان وعدم انتظام توزيعها. رابعاً ندرة موارد المياه للأغراض الزراعية فيما عدا مناطق الأنهار الكبرى. المشكلة الأخرى هي الموارد العلفية، تشكل الأعلاف أكبر عائق أمام التنمية للثروة الحيوانية، وقد لعبت العوامل البيئية دوراً هاماً في الحد من إنتاج الأعلاف. المشكلة الأخرى هي العوامل الاجتماعية، حيث أن العنصر البشري هو الأساس في التنمية، فاحتياجاته ومتطلباته كماً ونوعاً هي التي تدعو للتنمية، وإمكاناته المتاحة هي التي تحدد مداها، وقراراته هي التي توفر سبل النجاح لها، أو ممكن أن تؤدي إلى فشلها. وعلى ذلك يجب دراسة تأثيرات العنصر البشري وتقييمها سواء كمعوق للتنمية أو كداعم لها. السياسات والخدمات، لا توجد طبعا خطة شاملة ومتكاملة لتنمية الثروة الحيوانية في أي دولة عربية، وفي كثير من الأحيان يتم تنفيذ المشروعات بطريقة مشتتة ودون توفر المعلومات الكافية عن الجوانب الفنية والاقتصادية المتصلة بها. وقد تنفذ بعض المشاريع لاعتبارات مختلفة على حسب الجدوى الاقتصادية المتصلة بها. المشكلة الأخرى هي إنتاجية القطعان. غالباً ما يرد هذا العامل في مختلف البحوث والدراسات في مقدمة العوامل المحددة لتنمية الثروة الحيوانية، بينما هو في الواقع محصلة لتداخل تأثير العوامل اللي ذكرناها سابقاً مجتمعة على الحيوان وعلى معدلات الإنتاج. وبصورة عامة تتميز السلالات المحلية بمقدرتها على الاستجابة لتحسين الظروف البيئية مما يسمح بظهور طاقاتها الوراثية الكاملة، كما دلت التجارب العلمية على أن العديد من السلالات المحلية قادرة على الاستجابة للتحسين الوراثي. ومن أهم أسباب وجود هذه الفجوة بين معدل الاستهلاك ومعدل الإنتاج هو الآتي: زيادة عدد السكان في بعض المناطق نتيجة الهجرة من القرى إلى المدن، وكذلك الزيادة الطبيعية، عدم توفر مراعي كافية، إنتاجية الهكتار ضعيفة، محدودية الموارد المائية. السبب الآخر عدم وجود خبرة حديثة كافية واعتماد جزء كبير على التربية التقليدية وعدم استخدام الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي. السبب الآخر هو قلة الأيادي العاملة المؤهلة في مجال الإنتاج الحيواني، كذلك انخفاض إنتاجية الحيوانات المحلية. وجود أمراض حيوانية مستوطنة منها الأمراض السارية مثل الطاعون البقري والحمى الكلاعية والتسمم الدموي وغيرها من الأمراض الحيوانية. المشكلة الأخرى هي الهجرة من الريف، وأيضا تغيير أنماط الحياة والأنماط الاستهلاكية في المجتمعات العربية، وكذلك حجم الاستثمارات في مجال الإنتاج الحيواني صغير. كيف يمكن الآن تطوير هذا الإنتاج الحيواني؟ أولاً الاهتمام بالإنتاج النباتي، ثانياً استخدام التكنولوجيا لزيادة هذا الإنتاج، حماية القطعان من الأمراض السارية، تأهيل وتدريب الفنيين البيطريين، تحسين السلالات المحلية والمهجنة لتحسين مواصفاتها الوراثية والإنتاجية.
كما ضرورة إقامة ندوات إرشادية للمربين لتوجيههم لاتباع أفضل السبل في التربية. بذلك يمكن تطوير هذا الإنتاج الحيواني من خلال النقاط التي تم ذكرها.